السلام عليكم. المرحلة العاشرة بعد ما وصلنا للقطار وأخذنا بريد بوي لازم نوصله ندافع عنه. مشكلة ميريديو Anya, I found the boy. The train is secure. I finally got there. At last! You took your time. First you kidnapped me and then you lose me. I thought you were a professional. Jones, there's two planes approaching. Victor 3 to command. We have visual contact with the train. هاي آك ما تريد عوفة فانا جونز هول تايت لازم ندافع عن نفسي وعنه. تأخر شوية إن شاء الله بس هنفتح هون. بعدين ما ايه فاتل بالمنطقة الحساسة عاد لابا طاقات مكتب قضائي خلا تعال انجا في الان ما اموت بسهولة بس هو سرعك جو هذا بنشوف على الجنابر لا فين السعر بيهم هيدو Take
لا تطلع بتتغمى. بس لازم تحاول. تقريبا كلهم معتمد بخلصة. هذا قوات خاصة. قتلة. لا تطلع بساعة بس. دبابة. لها اقول ليش اعطاني قلب. يلا. لازم نفجر الدبابة بس لا حد يجي جنو بعد. لا 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 انت قوي اكو والله. ما عندي قادمة. ما مات. لا من اثنين. Thank you.
تعال يا معودين. واخيرا هزمناه.